قوي على البطولة، منظم البطولة وسط جماهيره، حامل اللقب البطولة السابقة. طبعا منافس لنا منافسين أقوياء جدا، فرق كينيا، فرق الجزائر، فرق تونس، كلهم مستعدين كويس جدا للبطولة وقدموا مباريات قوية. أعتقد البطولة هتبقى قوية، وإن شاء الله بإذن الله بالدعم الجمهور بتاعنا لينا ودعم كل الناس لينا وثقتنا في أنفسنا وتجهيزنا قبل البطولة، إن شاء الله بإذن الله بيقول إن إحنا هنبقى منافس قوي، بس البطولة هتبقى صعبة يعني. المباراة الافتتاحية دايماً ما بيبقاش فيها أداء عالي قوي، بس النهاردة إحنا اطمنا على كل اللاعبات، معظمهم شارك في المباراة. استعداد بقى للماتشات اللي جايه الجامده باذن الله، هيكونوا دخلوا بقى اجواء البطوله والدعم الجمهور اللي هيجي باذن الله، فهنقدم مباراه قويه اقوى ان شاء الله في المباراه الجايه. الحمد لله النهارده على المكسب، واحنا داخلين البطوله دي باحساس مختلف عشان احنا طبعا خسرنا يعني البطوله العربيه اخر بطوله، فان شاء الله احنا موعدين الجمهور ان احنا ناخد البطوله دي، احنا تعبنا قوي الفتره اللي فاتت عشان نشتغل على نفسنا عشان البطوله دي، وان شاء الله يعني نركز فيها قوي. طبعا هو الفرق كلها الكويسه موجوده في البطوله دي، يعني بطوله مش سهله خالص، بس احنا نعمل اقصى ما عندنا ان شاء الله عشان ناخدها خصوصا انها في ارضنا.